التهاب الكبد الفيروسي عدة أنواع حسب نوع الفيروس اللي سبب لنا المرض. كاين أنواع خطيرة ومميتة، هذا الشيء اللي خلينا ننبهوكم ونبينوكم مدى الخطورة تاعها من باب تطبيق القاعدة اللي تقول دينار وقاية خير من قنطار علاج. يحدث التهاب الكبد الفيروسي نتيجة للإصابة بفيروس يسبب لنا هذا المرض. في معظم الحالات يكون مصدر هذا المرض نتيجة لعدوى من ثلاث فيروسات أساسية اللي تسبب لنا هذا الالتهاب، اللي هو التهاب الكبد الفيروسي. التهاب الكبد الفيروسي A، التهاب الكبد الفيروسي B، التهاب الكبد الفيروسي C. وبطبيعة الحال كاين أنواع أخرى نادرة الحدوث، كاين D وكاين غيرها. تنتقل العدوى من شخص إلى آخر بعدة طرق مختلفة. انتقال العدوى يكون حسب الفيروس المسؤول عن المرض. يعني مثلا السبب الرئيسي لإصابة طفل صغير بالتهاب الكبد الفيروسي A هو تناول أطعمة ملوثة بالفيروس، ويمكن أن ينتقل هذا الفيروس من طفل مصاب لآخر غير مصاب. وتحدث العدوى للطفل تحت سن 5 سنوات جنرالمو، وتكون بسبب عدم غسل اليدين جيدا وعدم الاهتمام بالنظافة الشخصية للطفل. الوالدين تاعو يهملوا النظافة الشخصية تاعو، الشيء اللي يخليه يصاب بالعدوى، لأنه الفيروس هذا الليباتيت A راه متواجد، يكون دائما متواجد في البراز تاع الطفل اللي يكون مريض. الفيروس التهاب الكبد الفيروسي B تاع الليباتيت B ينتقل عن طريق دم الشخص المصاب بالعدوى، وكذلك عن طريق الإفرازات البيولوجية. وأيضا عند الأم اللي تكون ترضع ينتقل، يكون الحليب تاعها ملوث بفيروس تاع الليباتيت B وينتقل إلى الرضيع تاعها. أيضا ينتقل عن طريق العلاقات الجنسية غير المحمية. بطبيعة الحال تكون مع مصاب، شخص مصاب بفيروس التهاب الكبد الفيروسي سواء B أو C، الليباتيت B أو C. أيضا استعمال الحقن تكون مستعملة مسبقا أو ملوثة بفيروس B أو C. من أخطر المضاعفات اللي ممكن يسببها التهاب الكبد الفيروسي بمختلف أنواعه خاصة الليباتيت سي والليباتيت بي هو تليف الكبد. أيضا التهاب الكبد المزمن دونك ليباتيت كرونيك، ليباتيت فيرال كرونيك. وأيضا ممكن يؤدينا إلى فشل الكبد، تكون عندنا انسوفيزونس هيباتيك، عافانا الله وإياكم.